هي واتساب يلاه فقط دابا جاني الميساجات اللي كما قلت لكم ديال الانستغرام. السلام عليكم، تحيه لك خاصور نتبعك، عجبني داكشي اللي كدير. المهم السؤال اللي هو انني كناكل مزيان، كنعس مزيان، كنتريني مزيان، ولكن كان بزاف النسبه قليله. كنقول شكرا بزاف للدراري اللي صيفطوا لي الميساجات، راه الكميه ديال الميساجات اللي صيفطوا لي شكرا لكم بزاف، ولكن كما قلت لكم في الفيديو غادي نجاوب غير على 10. اي واحد بقى نبينو عندي انا هنا في الفلوج زيرو تكبر، بغيت كلشي انا يبان، كلشي يطلع. الا ما عاونتكمش انا ولا ما عاونتكم شي واحد بحالي انا، شكون اللي غادي يعاونكم؟ حتى واحد. اللهم نديرو هذا الشيء باش نزعمو بنادم، راه كنا كاينين هنايا. حنا عندنا هنايا الربوطه ديال الضو، البيلدينغ كلها ديال الضو، ممنوع عليهم الغاز. عرفتي البيلدينغ الى الغاز ولا كان شي مشكل ولا شي حاجه تقدر تقع شي حريق ولا شي حاجه. هنايا كاينين شي واحدين دايرين غاز، ولكن بعد شويه على مارينا، الا تحرقوا يتحرقوا بوحدهم، ما يتخلطوش مع مارينا. شوف خمسة وثمانين. علاش درت 85 غرام ديال الاوتس؟ حيت اليوم عندي ليكس داي، ليكس داي بغيت الكارب، حيت الرجلين راه كيقتلوك، خصك ضروري تهز الثقل، وخصك ضروري تاكل مزيان في الفطور كما قلت باش ترينا مزيان. هاد الماكله هي اللي غتخليك في لاصال تهز الثقل. دابا هادشي اللي غادي ناكل دابا هو اللي غادي يعطيني الانرجي تماك، ماشي البري ورك اوت. هادي هي باش كنطحن بها زريعة الكتان، حيت زريعة الكتان فاش كتاخدها باقي خضراء، حيت خصها ضروري تكون مفتوحة، داك الزيت ديالها راه كاين لداخل، حيت إلا كليتيها ديريكت راه ما كتمص 100% من الفوائد ديالها، داكشي علاش كنطحنها باش نشد الفوائد ديالها كلشي. هاد القدر اللي كندير ديال زريعة الكتان، وخلط منها اونطريمو في الصباح، ومنها تاخذ زريعه الكتان مطحونه. فاش طحنات طحنات مزيان.
دابا كنطيب الصابون غادي ندير كل جوج في وجبه واحده. وانا كنطيب الرز كيلو ديال الرز. الكربوهيدرات هو كلشي. الا كليتي الكرب بعد لاصال كتلقى البامب في النهار الثاني. ما كليتيش الكربوهيدرات النهار الثاني فاش مشيت ترينا كتلقى صعوبه بزاف تشد البامب. يعني الكرب ما تنساوش. انا كندير الكرب ديالي هو الرز. سولني واحد الدري قال لي راه كناكل بنانه وكنزيد عاوتاني الرز. الا كليتي بنانه من بعد لاصال مباشره كتمشي مع الدم ديالك على مده 30 دقيقه ولا 40 دقيقه. يعني راه خصك ساعه عاد باش تاكل الوجبه اللي فيها الكرب. يعني راه ما كيتلاقاوش بعضياتهم. فاش كتاكل بنانه وكتزيد عليها ديريكت الرز راه دغيا زدتي في الكميه ديال الكرب في وجبه واحده. يعني كل بنانه صبر ساعه كل وجبه ديالك ديال من بعد لاصال تكون فيها البروتين والكربوهيدرات. ما تنساش الكربوهيدرات راه مهم بعد لاصال. هاد المقله اللي عندي انا رشرفات ها دابا السق غادي نبدا هاد المقله هادي ما عجبتنيش كلشي مخربق. ها دابا ما تعرف كاع واش فين هي وحده مقاده ولا الرز كاين اللي كيلقى فيه مشكله يطيبو. ماشي مشكل ولكن هي خص دابا هذا الرز سمر خصك تشوفو ناشف. الا شتيه واحد شويه مسلمه سد عليه باش غير دوك البخار يدخل لوسط الرز ويولي شويه خفيف ما يكونش قاس. الا طيبتيه بزاف وكتلقى الثاني الحراق لتحت راه صافي راح يتي كاع منه داك المعادن والفيتامين والبروتين اللي فيه راح يتيهم كاع. كتحيد منهم واحد الكميه. يعني خصك طيبو مزيان باش تاخذ منه الكربوهيدرات مزيان. دابا انا غادي للمول فمرات. هاد الكاميرا خصها باتري جديد. هاد الباتري ما كيفوت لي بزاف. كيفوت لي نهار ديال التصوير ماشي مشكل ولكن بعض الخطرات خص ضروري دير شويه الاحتياط. راه تخلي واحد مشارجي الا مشيتي شي بلاصه باش يولوا الفلوكات كثار عاوتاني ويكونوا الفيديوهات كثار. بنادم هو هذاك الكاتين كما العاده ديما المهم غادي يلبس النظاره تقولوا غادي بشي حاجه. دابا خرجت وانا نتقلب فيها كاين البرد وانا لابسه التيشيرت وانا ري دبي طلعت فيها البرد عاوتاني ما بقاش السخونيه. كنا كنشكيو بالسخونيه دابا ولينا كنشكيو بالبرد كما العاده. كلشي مكبط الا يوسف لابس التيشيرت. انا مصيف وحال واش عايش كاعنا هنا واقيلا. ولكن حنا علاش كنترينو على هاد العضلات؟ علاش كيليقو؟ ضروري خصهم يليقو شويه باش يشدو علينا شويه البرد. ماشي مشكل العضلات غادي يشدو شويه السخونيه. دابا انا غادي كيما شفتوني راه ما شديتش الطاكسي المترو قريب حسن نمشي نطلع كيديني ديريكت للمولا في مرات. دبي دابا اخوات ما تلاش عامره بحال ما كانت في القديم. كانوا التوريست فيها بزاف دابا ما بقاش يريس بزاف حيت دابا كلشي راه تزاد عندنا 5% هنايا. ماشي شي حاجه ولكن فاش كتمشي للمحل كتبغي تشري شي حاجه كتقداش بغيتي تقدا في الاخر كيقول لك زيد 10 دراهم راه ديال الدوله. العام الجاي راه بحال والو غادي يزيدوا عاوتاني 10% ولا 15 الله اعلم. راه ماشي وكتزيد وكتزيد. جيت لهنايا بغيت نقلب على الباتري ما كاين عند حتى شي واحد هنايا ولكن سيفتوني فواحد البلاصه بعيده. المهم انا دابا ما لقيتوش غادي نمشي نتقدى الماكله ديالي. فريت براو الرايس هذا اورجانيك ماشي شي داك العادي الحبات ديالو كبار. لقيت هادو عاوتاني طابين بالرز وشويه الشكلاط قبل من بعد لاصال تاخذ شي ثلاثه من هادو دوك الصغار مزيان من بعد لاصال. المهم غادي نشد منها ثلاثه نزيد عاوتاني ثلاثه
دابا يلا سالي تقديت كلشي من الكارفور دابا دابا غادي للدار غادي نجاوب لكم على هذوك الاسئله اللي صيفطوا لي هذوك العشرات الاولين اللي صيفطوا لي. السلام عليكم، تحيه لك خاصور نشدوك عجبني داكشي كدير. المهم السؤال اللي هو انني كناكل مزيان كنعس مزيان كنتريني مزيان ولكن كنتزاد نسبه قليله. انت المرتبه الاولى اللي صيفطتي لي، اول واحد صيفط لي الفيديو. المشكله اللي عندك دابا اخويا نتايا من الناس فاست ميتابوليزم، كتحرق السعرات الحراريه باسرع طريقه، ماشي بحال داك اللي عنده سلو ميتابوليزم اللي شي واحد غليظ وصعيب باش ينقص، حيت هذاك عنده سلو ميتابوليزم. الا كنتي فاست ميتابوليزم راه خصك ما تريناش يوميا. ثاني الحاجه راه خصك الماكله اللي قلتي كتاكل مزيان، راه تقدر تاكل ثلاثه الوجبات وكتخلي بيناتهم فراغ. نقول له مثال، كليتي مع 8 الصباح كليتي فطور وصبرتي حتى لديك الجوج ولا ثلاثه يلاه كليتي الغداء، من 8 ل 2 وسطهم ما كليتي والو. فاست ميتابوليزم الجسم ديالو الدم ديالو المعده ديالو كتسولو على مده ثلاثه السوايع اعطيني شي حاجه باش نعطيك حتى انايا، ولكن نقدر نعاونك انايا في جوج د الحوايج. الحاجه الاولى لونطريمو، ترينا 3 ايام في السيمانه ولا يومين في السيمانه. هاد يومين ولا 3 ايام تقدر دير فيهم غير فول بادي وركاوت باش تخلي الجسم ديالك ليامات لي جالس باش يدير لي شي شفاء عضلي وما تخسرش بزاف ديال لي كالوري. وثاني حاجه الماكله، خصك كل 3 سوايع تاكل حتى تمشي تنعس، 6 الوجبات 5 الوجبات خصك تاكلهم في النهار. كل 3 سوايع دير فراسك بان الجسم ديالك راه كيسولك بغى الماكله، ضروري خصو يكون فيها الكربوهيدرات حيت انت راه كتخسر بزاف ديال الانرجي من بين هاد الوجبات. تخلط الفواكه، بنان، تفاح، دانون، الحليب، عصير، شرب. تخيل معايا عطيتي دابا الجسم ديالك كليتي واحد الماكله مع 8 ومن بعد ثلاث سوايع عطيتيه الماكله الثانيه ومن بعد ثلاث سوايع عطيتيه الماكله الثانيه، اش غادي يقول الجسم ديالك؟ دابا نتفاعل معاك مزيان، حيت بلاتي نحول ديك الماكله ديال 8 ديك اللي عطيتيني في الاولى نحولها لك الانرجي، واللي باقي بلاتي نحول لك شويه الفات ونعطيه شويه لي ميسكل ديالك. هادشي اللي غادي يوقع لك دابا، راه خصك دير على مده طويله وما تخليش الفراغ طويل بين الوجبات. يعني كما قلت لك كل ثلاث سوايع خصك تاكل لونطريمو يومين ثلاث ايام في السيمانه يكون خير ان شاء الله. تهلا لي فراسك وشكرا بزاف. خايوس مزيان بخير الله يحفظك. المهم ديديكاس لكاع الدراري اللي في فيسبوك متبعيني وداك الشيء، كنحاول نوصل الفيديوهات ديالك لكاع الدراري حيت كتعطي معلومات وكنستافد منك وكنستافدوا منك جميعا. تحية لك اخويا ايوب وتحية للدراري كامل اللي متبعينك، راك غادي مزيان، راك توب اخويا وتهلا لي فراسك. كيب جوين كيب جوين مان. قلت لي شنو هو الفائده ديالك من اليوتيوب؟ اليوتيوب خويا هو نوصل الفكره لبنادم، هذه هي الفكره ديالي انا في اليوتيوب. واش اخويا كاين لونطريم ياك ديكاس من كازا؟ تحيه لك حتى انت يا خويا من دبي، وتحيه للناس الكازا والمغرب كامل. كازا 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 نيغرا مان. السلام عليكم خويا يوسف، تبارك الله عليك وبيك اب ليك. المهم السؤال اللي عندي هو بالنسبه للباك، الا كان عندك شويه وجع هكا كيفاش غتحاول تتكادو؟ دار المشكله ديالو الا كان عوج بغيتي تعاود توقفو، ما كايناش شي حاجه 100% اللي تخليك توقف بحال هكا. ولا كان عندك مشكل خويا في العظم راه حيت داكشي من الجينات، ولكن كاينين شي حوايج اللي يقدر يعاونوك باش يوقف الظهر ديالك شويه مقاد. كاينين شي عضلات اللي يقدر يوقفو بحال العضلات ديال الظهر، كاين الترابيز وكاين العضله ديال الظهر اللي كتكون بين الظهر والرجلين. خصك 3 ايام في السيمانه تخدمهم وما تكثرش عليهم بزاف. بحال دابا بغيتي تخدم الظهر خصك ضروري تخدم بسلو موشن، تخدمهم بشويه ماشي تزرب عليهم باش تدخل الدم مزيان للعضله ويبقاو شادين مزيان. هما اللي خصك تركز عليهم مزيان. تجنب عاوتاني تبقى جالس في شي بلاصه تكون قاسحه ولا تبقى واقف على مده طويله، تجنب هاد الحوايج هادو. تهلا لي فراسك والله يجيب خويا الشفاء ويكون خير ان شاء الله. واش كيجي بخير؟ كيفاش تقدر تجيك الموتيفاسيون باش تدخل التريننج؟ بعض المرات مكتكونش عندك موتيفاسيون باش تريننج، كيفاش تجيك هاد الموتيفاسيون؟ هاد الرياضة ديال الفيتنيس راه فيها بزاف د الحوايج، فيها الكروس فيت، فيها البودي بيلدينغ، فيها الفيتنيس، فيها الفيزيك، فيها بزاف د الحوايج. دابا نتايا خصك تشوف شي حاجة اللي مشات مع العقلية ديالك. مثلا أنا هاد الفيتنيس لقيت فيه راحتي، أنا لقيت فيه راحتي حيت يوميا نقدر نديرو، حيت كيخليني أكتيف وما كيخليكش بزاف تمشي تشوف طبيب على حساب تمرض ولا شي حاجة. ديما كتبقى واقف كتأثر الانتباه لأي واحد، يقدر يجي يسولك بحالاش كدير
كدير في حياتك هذا الشيء اللي كيخليك موتيفيشن كيخليك ديما غادي لقدام غادي لقدام حيت هذا الشيء اللي كدير راه صعيب بنادم يديرو راه كاين 70% من الناس في العالم راه ما كيقدروش يديروا بحال هذا الشيء اللي كنديروا حنايا الا مشيتي كترينا وكتاكل وكطيب كطيب الماكله ديالك وكتهز الثقل وكتعذب وباش غير توصل لشي حاجه بحال هذه راه ماشي سهله الا بغيتي تموتيفيتا من هذا الشيء خصك تعرف ربنا اي واحد راه يقدر يوصل اي حاجه بغيتيها راه اي واحد كيبدا بدرجه بدرجه دابا نتايا الا مشيتي قلتي لا صالي ما غاديش نبداه اليوم لا غادي نبداه غدا لا السيمانه الجايه السيمانه امتى غادي تبدا الا ما درتيها من دابا راه ما عمرك ديرها هذه هي الفكره ديالي انايا وطلعي لي خويا فراسك وان شاء الله يكون الخير وان شاء الله تموتيفيتا مع الفيديوهات الجايين ان شاء الله وطلعوا لي فريوسكم واللي ما جاوبتوش يسمح لي في هذا الفلوك الله يرحم بير الوالدين غادي نتلاقاو في الفلوك الثاني وعادي ندير لكم عاوتاني دوك الخمسه اللي بقاو ان شاء الله يكون الخير وطلعوا لي فراسكم غير عيان واحد شويه وخصني نرتاح وعندي الخدمه ويكون الخير ان شاء الله وسمحوا لي يلا ما تنساوش دير سبسكرايب ودير لي لايك كتب لي شي كومونتير الا عجبتك هذه الفكره هذه بيس نشوفكم في الفلوك الجاي.